السلام عليكم، نقدم لكم كورس Easy English. طبعا هذا الكورس يعتبر مقدمة مبسطة عن الإنجليزي، وهدفه يعني أنك تعرف مكانك في الخريطة وإيش اللي لك وإيش اللي عليك من ناحية اللغة الإنجليزية بشكل عام، لأن الإنجليزي بحر وما نقدرش مثلا نلخص الإنجليزي كامل في كم مقطع. تمام، الكورس هذا عبارة عن زي ما قلنا خريطة عشان تعرف أنت وين بالضبط وإيش لازم تتعلم وكم باقي لك عشان تصل إلى الإنجليزي اللي أنت تتمناه. المقطع هذا عبارة عن مقدمة للكورس، ف نسميها المقطع صفر، وإن شاء الله المقاطع القادمة كالتالي تسلسل المقاطع. طبعا المقطع الأول سيتحدث عن البريزنت، اللي هو البريزنت سيمبل وعيال عمه البريزنت اللي هو المضارع، القواعد اللي تحصل في المضارع. والمقطع الثاني يتحدث عن الباست والفيوتشر. طبعا البريزنت المفروض انه سهل، لكن المقطع سيكون ممكن طويل شوية او مقطعين، لانه سيتم فيه شرح الاسلوب اللي سوف نتبعه ان شاء الله في القواعد، لانه عندي اسلوب موحد لجميع القواعد على اساس يعني المتعلم ما يتوهش. فهذا يكون غالبا شرح للأسلوب، عشان كذا المقطع طويل. المقطع الثاني نكون خلاص عارفين الأسلوب، فشرح الباست وشرح الفيوتشر لن يأخذ وقت، فكون كلهم في مقطع واحد. والمقطع الثالث سيتكلم إن شاء الله عن النيجاتيف والكويشن، النفي والسؤال في القواعد الماضية، كيف تنفي في البريزنت وكيف تنفي في الباست وكيف تعمل سؤال، وكله بأسلوب مبسط وعلى نفس النسق على نفس الأسلوب. وبعدين سأتكلم إن شاء الله على الباسيف فويس. طبعا الباسيف فويس هو غالبا المقطع الأخير، وفهمه يتطلب إنك تفهم القواعد الثلاثة هذه بشكل كبير، يعني فهم جيد. ففهم جيد يعني مش من مقاطعي فقط، لازم تتوسع أقل شيء شوية. عموما طيب، الآن الـ present simple والـ past simple والـ future والـ passive والـ negative والـ question كلهم هذول عبارة عن جمل. طيب الجمل في الإنجليزي نوعين، أو بالأحرى هو نوع واحد وداخله أنواع كثير. فاللي نركز عليه إن شاء الله في هذا الكورس هو tenses. طبعا عندك الجملة معناها sentence. طيب وأنواع الجمل هنا ماذا؟ بعض أنواع الجمل مثل الجمل التصريحية، الاستفهامية، السؤال، الأمرية والتعجبية، هذه أنواع الجمل في الإنجليزي. طيب وأنواع التنسس، طبعا التنس هذه تعني، طبعا هنا عندك جملة صح، هذه اللي هي الجملة الفعلية زي ما هو في العربي. فعندك الجملة الفعلية، شفت بالعربي الجملة الفعلية فيها فعل، فاعل، مفعول به، مدري إيش. تمام، فنفس الكلام في الإنجليزي لكن ببعض الاختلافات. باللغة الإنجليزية يهتموا ب، هو القواعد تتكلم زي ما قلنا على الباست والبريزنت والفيوتشر، الماضي والمضارع والمستقبل. ففهمهم يعطيك الإمكانية أنك تكون أي جملة في الأزمان هذه، في الأزمنة هذه. تمام، ف وكذا يعني عملنا مقدمة على الجمل واللي إيش اللي ناخذه في هذا الكورس، اللي زي ما قلنا التنسس الجمل الفعلية. طيب وفي أسلوب زي ما قلنا اللي ناويين نتبعه في جميع المقاطع، مقدمة مبسطة عن الأسلوب، أنه اللي سنتعلمه من كل قاعدة مثلا الـ present simple ولا الـ present perfect ولا الـ past progressive مثلا، اللي لازم نعرفه من كل قاعدة هو الـ structure حق القاعدة، الهيكل حق القاعدة، والاستخدام حق القاعدة. يعني بعد ما تتفرج المقطع وتركز فيه، المفروض أنك تخرج وأنت عارف كيف تكون جملة في القاعدة الفلانية، كيف تكون الجملة ومتى تستخدم الجملة. فهذا كمتعلم تقريبا أنا أرى أنه هو ما يحتاجه المتعلم، أنه كيف يكون الجملة ومتى يستخدم الجملة عساس يبدأ في تعلم الإنجليزي بشكل صحيح. وبكذا نكون كملنا المقدمة. طبعا الكورس هذا مش فقط لطلاب كلية الصيدلة ولا طلاب جامعة صنعاء، طبعا الكورس هذا للجميع. يعني حاولت بقدر الإمكان أنه
أخليه مبسط كفاية إنه أي واحد يقدر يتعلم. طبعا المطلوب منك يعني ليفلك في الإنجليزي عشان الكورس هذا لازم يكون يعني مبتدئ أو متوسط، يعني لا تطلب أكثر من هذا، ومع نية إنك تتعلم كلمات أول بأول، لأنه مهما علمناك القواعد، مهما تعلمت بينك وبين نفسك كيف تكتب الكلمة وكيف تستخدمها، لن تستطيع كتابة أي جملة إلا لما يكون عندك كلمات تستخدمها في كتابة الجملة. فعشان كذا أنا أتمنى أنكم تتعاونوا معي في هذا الكورس المصغر وبس.